عليكم، يا هلا والله وسهلا بالجميع، يسعد لي صباحكم. صباح خير وتوفيق من رب العالمين. شخباركم؟ ان شاء الله طيبين ومستصحين. الله يديم علي وعليكم الصحة والعافية يا رب. اللهم صل على محمد. قصتي اليوم بيت العمر. هذا واحد اخذ له قطعة ارض ويبي عمره بالتفصيل اللي هو يبي، فاتفق مع المهندس بتصميم معين، حدد عدد الغرف، مساحته، الصالة، الملاحق، كل شيء، المطبخ، كل شيء، بيت العمر، عرفت شلون؟ المهم خلصت البيت، أثاث وسكن. جلس له فترة كذا يعاين بهالبيت، يناظر منه ما جزت له، عرفتوا اللي ما اقتنع بالبيت. فصار يفكر بينه وبين نفسه، اخذ لي قطعة ارض ثانية وبفلوس اللي انا ببيع به البيت اعمر مرة ثانية بتصميم احسن من كذا، ولا اشري لي بيت ثانية جاهزة. حاول انه يدور يبحث، ما لقى يعني بالمواصفات اللي هو يبيهن. بنفس الوقت كلم واحد من اصحابه او من اخوياه عنده مكتب عقاري علشان يعرض البيت للبيع، وفعلا خويه هذا صاحب المكتب العقاري صار يكتب اعلان البيع البيت، فصار يوصف البيت توصيف دقيق لأنه يعرف البيت، يعني صديقه أكيد أنه عارف أن البيت مساحته وعارف أن تصميمه، فصار يتكلم عن المساحة، كبر المساحة وعن عدد الغرف ومساحتهن، عن المسبح، عن المسبح، عن الحديقة، مساحة الحديقة، وكلم خويه صاحب البيت وصار يعطيه المواصفات اللي هو كاتبهن بالإعلان هذا. صاحب البيت انتهش من نفسه، قال له عيد وش قلت، وش اللي كتبته انت بالإعلان؟ قال له انه مساحة البيت كذا والحديقة ومساحة الحديقة وش اسمه وجمال المسبح وعدد الغرف وما ادري وش، يعني رجع وصف له هالبيت من جديد. فانتبه صاحب البيت انه هذه هي بيت العمر اللي انا ابيه. فقال لصاحب المكتب لا خلاص دك، لا تعلن عنه ولا تبيعه، استخرت الله هونت. فصار يفكر بينه وبين نفسه، كل هذه المواصفات اللي انا ابي، هذا التصميم اللي انا احلم به وأحلم إني أسكن ببيت زي كذا، الحين أنا أفكر إني أبيعه، وين عقلي؟ وين تفكيري؟ هذا بيت العمر اللي أنا حلم فيه وعايش وأنا ما أدري. وبكذا هون عن بيعة البيت، وبكذا تنتهي قصتي. أتمنى إن شاء الله أنها تعجبكم. في حكمة قديمة يقول اكتب عطايا الله لك واحصي عددها وتذكره بتعيش بنعيم. يعني لا تفكر بأشياء سيئة، فكر بالحاجة اللي الله عطاك إياه أنت تتمناه، مثل الصحة، مثل المال، مثل البنين، أي شيء الله عطاك إياه وفيه مصلحة لك تذكره، لا تفكر بأشياء مهي بصالحك. ومع هذا ما نحمد ربي على اللي عطانا، ما نحمد الله على الصحة وعلى العافية وعلى المال وعلى البنين وعلى الحياة المستقرة اللي حنا عايشينه. ليش؟ لأننا ما نفكر بالأشياء اللي عطانا إياها، لا نفكر بالأسوأ، نفكر بحاجات ثانية. فالحمد لله على عطاه ورضاه. واحد يقول تألمت وتوجعت لأن رجلي انكسرت وبديت أمشي بعكازة، لكني حمدت الله يوم شفت واحد ما له رجلين أصلاً.
ويمشي بعربة، يعني الكرسي المتحرك. فالحمد لله كثيرا، الحمد لله على عطاه ورضاه، الحمد لله اللي رزقنا أكثر من غيرنا، الحمد لله على كل حال. أتمنى إن شاء الله قصتي تعجبكم، تصبحون على خير، لا تمسون على خير.